مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية التي نمضيها سويا تحت عنوان النمسا إلى أين بعد انتخابات 2017 لهذا الشهر، أي بعد تقريبا قرابة 13 يوما. يصادنا أن نرحب بكم وكل من يشاهدنا الآن على شاشتكم، كن معي مراسل. وكما عودناكم في هذه الندوات التي نحاول بها تسليط الضوء على ما سيحدث للنمسا بعد انتخابات هذا الشهر، وكما استضفنا سابقا السياسيين والأكاديميين والمثقفين وأصحاب القرار إلى حد كبير هنا في النمسا ضمن الجالية العربية والإسلامية، يسعدنا أن نرحب سويا بالأستاذ جمال مراد. أستاذي الكريم، نرحب بك. أستاذ جمال مراد طبعا العضو السابق في المجلس الأعلى للهيئة الدينية الإسلامية الرسمية ومسؤول التنسيق بين الهيئات في النمسا ولاحقا مسؤول الملف الثقافي. سيد جمال، نرحب بك ضمن استوديو كن معي مراسل في هذه الأمسية التي نتمنى أن تكون مفيدة لكل من يشاهدنا ويتابعنا هنا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم وفي وبمشاهديكم. تحية لكم. طبعا مشاهدينا متابعينا، كما عودناكم بإمكاننا في الثلث الأخير من البرنامج أن توجهوا أسئلة مباشرة للضيف ضمن موضوع اللقاء وضمن ما ترونه مناسبا. سيد جمال، يعني أو سيد محمد جمال عفوا هو الاسم الصحيح لكم، صراحة تتابعون وتشاهدون ما يحدث الآن من تطورات إن كانت محلية أو إن كانت إقليمية أو إن كانت دولية وانعكاساتها الدائمة يعني بشكل أو بآخر على جميع المسلمين، وأي تطور يحدث في أقصى الغرب ينعكس إلى أقصى الشرق، فالوسط فالجميع. يعني سأبدأ معك باعتبار أنتم هنا من أكثر من 30 أو 35 عام. 40 عام. 40 عام، جميل جدا. صراحة كيف تقرؤون هذه المرحلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما في شك أنه نحن نعيش هذه الأيام في عصر العولمة، وهذا العصر له مميزات خاصة يتقدم فيه دائما الإعلام بخطوات سريعة وتسبق أحيانا السياسيين وتسبق أيضا أصحاب القرار، ولذلك الإعلام لعب دورا كبيرا في نقل الأحداث إلى البيوت وجعلها يعني على الشاشة الصغيرة في كل مساء، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يتواصل ويتصل في العالم ويعلم ما هي الأحداث التي تتم في آخر بقاع الدنيا. فلذلك لها تأثير مباشر على المجتمع العام ثم على المجتمع الخاص إن كان مثلا المسلمين. ولا شك أننا نعلم أن العقود الأخيرة، العقدين على الأقل الأخيرين، كان لهم تغيرات شديدة،
بدءا من القطب الواحد الذي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبح هناك في العالم قطب واحد، كانوا قطبين وكانوا يتصارعان على هذا العالم. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ القطب الواحد يسيطر على كل تقريبا مفاصل السياسة في العالم، والعسكر أيضا والاقتصاد. ولذلك نشأت هناك يعني حركات أو أشياء تتميزت فيها هذه الفترة. فمثلا قضية 11 سبتمبر أيضا هي مفصل جرى في هذين العقدين، وهذه الحادثة لها تأثيرات أيضا سلبية كبيرة على مجريات الأحداث والعالم بشكل مستمر. الموجة الأولى للحروب التي تمت بعد 11 سبتمبر، أنا أحاول الآن أن ألخص التغيرات التي طرأت على العالم في خلال العقدين الماضيين والتي لها تأثيرات مباشرة الآن على التغيرات السياسية والاقتصادية والإنسانية حتى في كل بلد. ونحن نتحدث عن النمسا وسنأتي إلى هذه النقاط بشكل مباشر. الموجة الأولى كما قلت للحروب في أفغانستان والعراق التي كانت خلف 11 سبتمبر، ثم الموجة الأولى للاجئين إلى أوروبا التي نشأت عن هذه الحروب من أفغانستان والعراق، ثم بعد ذلك ولادة داعش الإي إس خلفا للقاعدة، وكان لها دور أيضا في تحريك العالم وتمويجه باتجاه معين، ثم أعمال إرهابية في أوروبا التي تمت من خلف ولادة داعش. بدأت أعمال إرهابية، عندي قائمة هنا في الأعمال الإرهابية التي تمت خلال العقدين الماضيين، الحقيقة لا ليست بقليلة. طبعا أنا لو أقارنها بكل ما يحدث في العالم هي لا شيء، هي نسبة ضعيفة جدا. هذا الإرهاب الذي بين قوسين يسمى إسلامي هو نسبة ضعيفة جدا من الإرهاب العالمي الذي يتم. كمثال على ذلك، 11 سبتمبر خلف 6,000 قتيل، لكن دواعي هذه 11 سبتمبر القتل الذي حدث يزيد عن 1.5 مليون فقط في هذين البلدين، فقط في أفغانستان والعراق. القتلى الذين كانوا نتيجة التصدي للحادي عشر من سبتمبر يزيد عن 1.5 مليون إنسان، وهؤلاء ليسوا جيوش وليسوا جحافل مقاتلة، وإنما هؤلاء نساء وأطفال وشيوخ معظمهم النسبة العالية. يعني سيد الكريم، يعني تريد أن تقول للمشاهد أو للمستمع أن العمليات أو كما 11 سبتمبر والتي يشكك بها بعض الخبراء الدوليين صراحة، أنك تريد أن تقول أنها من خلال استبيحت دماء الشعوب إن كان في أفغانستان أو في العراق، وهذا ما يزيد انعكاسه بشكل يومي على شعراء الشعوب الإسلامية بشكل عام. إذا كان المجرمون الذين قاموا بهذه الفعلة الشنيعة في 11 سبتمبر والتي هي بكل معاني الإرهاب إرهاب، قطعا الدواعي التي نتجت عنها بما يسمى تحت محاربة الإرهاب دواعي خطيرة جدا وكبيرة جدا، وهي مآسي الحقيقة، مآسي شعوب وبلاد بكاملها. ثم بعد ذلك يعني أنا أحاول أن أرتب فقط الأحداث حتى نصل إلى المتغيرات التي حدثت في هذا البلد. فالموجة الثانية من الحروب طبعا في هذه الفترة حينما بدأت ما يسمى بالدولة الإسلامية في بعض الأعمال الإرهابية في داخل أوروبا، كان في مدريد ولا في لندن ولا في باريس ولا في بروكسل، هذا الأمر جعل اليمين المتطرف يصعد بنسب عالية جدا غير مسبوقة. يعني اليمين المتطرف في النمسا في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت كان لا يزيد عن 4-5% من نسبة الأصوات، أما الآن يعني هو تجاوز 20-25% وربما يصل إلى 30%، ما أحد عارف. كل هذا هو تطور سلبي نتيجة هذه الأحداث التي يعني تتم في خارج النمسا أو في العالم بشكل عام. الموجة الثانية للحرب، ليبيا، سوريا، اليمن، أيضا هذه مؤثرات عالمية استطاعت أن تؤثر على كثير جدا من التوجهات السياسية والتوجهات حتى الاقتصادية والاجتماعية. الموجة الثانية للاجئين التي نتجت عن هذه الحرب الثانية أو الموجة الثانية من الحرب اللي هي ليبيا وسوريا واليمن،
نتجت عنها عدد كبير جدا من اللاجئين دخلوا أوروبا بأعداد كبيرة. فهذه الموجة الثانية أيضا لها تبعاتها ولها معطياتها ولها إشكالياتها أيضا. دخلت فيها إشكاليات بين أوروبا وتركيا، بين أوروبا وليبيا، بين أوروبا وأفريقيا بشكل عام، بين أوروبا وإيطاليا في استقبال الأفارقة الذين يأتون عن طريق البحر الأبيض المتوسط. فهذه هي تداعيات عالمية نستطيع أن نضعها كنقاط تسعة هي المؤثر الأكبر والأكثر في ما يحدث الآن في هذا اليوم وفي هذه الانتخابات بالذات. يعني هذه الانتخابات هي وليدة هذه المتغيرات، مشحونة جاهزة مجيشة بشكل كامل، صحيح. بحيث أنها يعني أو بيئة جاهزة لتفريغ كل هذه المشاكل في ظهور من هم هنا في النمسا. نعم، أستطيع أن أدخل كنقطة ثانية الآن، العالم الإسلامي. طبعا أنا أتحدث عن المتغيرات العالمية بما يخص ما عنوان تحت اسم الإرهاب، مكافحة الإرهاب. أما الآن إذا أردنا أن نتحدث عن المتغيرات في الدول الإسلامية فنستطيع أن نوجزها بعدة نقاط أيضا سريعة. النقطة الأولى هي الحروب الطاحنة المشتعلة والمدمرة في أكثر من 13 دولة إسلامية أو أكثر سكانها مسلمين. يعني أكثر من 13 دولة تشتعل فيها النيران والحروب وهي نقطة يعني مفصلية أو في العالم نقطة مشتعلة، نعم. ويتم فيها يوميا يعني الاعتداء على المدنيين والاعتداء على العزل، وللأسف هذه طبعا مؤثرة يتأثر بها كل من يراها. لما تحدثنا في البداية عن أن الإعلام في هذا الوقت أصبح هو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، فأصبح أيضا هذه الحروب وهذه المآسي وهذا الظلم للمدنيين أصبح يصل إلى البيوت ويعطي تأثير معين على تصرفات الناس وعلى حتى على عقلية الناس والتفكير عندها. النقطة الثانية التي أستطيع أن أوجزها بسرعة هي سيطرة الدولة العميقة في عدد من الدول العربية. يعني هناك ربيع عربي، الناس أرادت أن تتحرر لكن لم تستطيع أن تتحرر. بعدما وصلت إلى نقطة الحرية تفاقت الدولة العميقة ودعمت للأسف من الغرب كي تبقى هي المهيمنة على هذه الشعوب. فهذه أيضا نقطة حامية وحساسة ومفصلية في إحساس العالم العربي والإسلامي بشكل عام. ثالثا، محاولة شيطنة وضرب جميع الحركات الوطنية. تعقيبا على هذه النقطة، عفوا، موضوع الدولة العميقة، في أحد لقاءاتي مع السيد الرئيس المنصف المرزوقي الرئيس السابق لجمهورية تونس العربية صراحة أعلنها بشكل واضح: أنا لم أستطع الدخول في الدولة العميقة في تونس فلذلك تمت الإطاحة بي. صحيح، أنا تحدثت معه شخصيا أيضا وذكر لي قضايا مخجلة، يعني كيف هو كرئيس دولة كيف تمت معاملته من قبل النظام السابق ومن أي وكيف كان مدعوما من خارج تونس أيضا هذا النظام حتى ظهر على السطح مرة أخرى. محاولة شيطنة وضرب جميع الحركات الوطنية تمت في عدد من الدول وبمساعدة الغرب وبغرف عمليات يعني معدة سابقا وممولة سابقا وممولة أيضا من عدد من الدول الغربية والعربية أيضا أو بالأحرى النظم العربية. فهذه محاولة شيطنة الحركات الوطنية وعلى رأسها الإخوان كحركة إسلامية. طبعا هناك شيطنة لعدد من الحركات الإسلامية لكن على رأسها وأكثرها تضررا هم الإخوان في العالم العربي والإسلامي. ازدياد معدلات الفقر والبطالة نتيجة هذه الوضعية، عاد الفقر والبطالة إلى صعود وطبعا نحن جميعا نعلم حينما يكون الفقر والبطالة بنسب عالية جدا هذا يعني يدمر الشعوب، يدمر الدخل الوطني تبع الشعوب، ولذلك لا يستطيع هذا الشعب أن ينهض على الإطلاق. فهم يعني في سجن كبير. أنا رأيي الشخصي الشعوب العربية والإسلامية الآن في سجون كبيرة للأسف، مضطهدين
من الدولة العميقة في بعض الدول، يعني لا أقصد كل ولكن الدول. تمام أستاذي الكريم، ولكن يعني هذا الموضوع صراحة طويل وله أذرة طويلة، صحيح. ولكن انعكاسه على ما يحدث الآن في النمسا، أنت تراقب الحملات الانتخابية، يجب وقف الإسلام السياسي، يجب مراقبة المساجد، خاصة أن في الأمس خرج علينا السيد كورت بدراسة مؤلفة من 16 مسجد كما تفضلت، أن اثنين منها ملتزمين في قوانين الاندماج، وأعتقد اثنين مساجد بوسنية، ويخرج علينا أيضا السيد شتراخي، الإسلام ليس لا ينتمي إلى النمسا، يجب مكافحة الإسلام السياسي، وبدأوا في روضات الأطفال، يعني صراحة يعني مكافحة الإسلام السياسي وبدأوا في روضات الأطفال التي أمهار الأطفال موجودة فيها بين الثالثة والخمس سنوات، يعني صراحة هذا الموضوع الذي يصفه الكثير من المراقبين بالموضوع أصبح الساذج جدا. جميل، أنا الحقيقة سأعلق على هذا الكلام، لكن دعني أقول هذا الوضع باعتبار بدأنا في التوصيف في القضايا الدولية، فأنا سأقول لك ما هي التأثيرات التي تمت على الساحة النمساوية، ومن هذه التأثيرات ندخل على الجواب في هذه القضية. صعود الإسلاموفوبيا بشكل عام، هذه كل التأثيرات التي تمت أثرت على أن الإسلاموفوبيا في أوروبا بشكل عام وفي النمسا بشكل خاص أخذت مدارج الصعود، وأصبحت يعني في أوضاع يعني الحقيقة يجب التفكير فيها بشكل صحيح وبشكل منطقي. الخوف من الإسلام والمسلمين، الخوف من الإسلام والمسلمين الآن في تصاعد منذ فترة، يعني نتيجة هذه الممارسات، يعني صعود اليمين المتطرف والبدء في الحملات المسعورة ضد الإسلام والمسلمين، أنا لا أقول ضد المسلمين وإنما ضد الإسلام بشكل خاص، فهذه الحملات لها تأثيرها، جعلت هناك نوع من الخوف من المجتمع بشكل عام. توجيه الاتهام للإسلام والمسلمين بالجملة، يعني بيسموه الجنرال فداخت، الاتهام بالجملة وبشكل عام للمسلمين وللإسلام بشكل خاص، أيضا هذا من الأشياء التي جاءت نتائج لهذه هذا الاحتقان. هناك نوع من الاحتقان الآن في المجتمع النمساوي، الحقيقة صحيح أنه ليس ظاهر بأدوات، ما زالت الأدوات تبعه ضعيفة، لكن الاحتقان موجود ومتصاعد نتيجة هذه التغيرات ونتيجة هذه الحملة المسعورة ضد الإسلام والمسلمين. تزايد الحوادث اليومية ضد المظاهر الإسلامية أو ضد المحجبات، هذا الأمر الحقيقة في تزايد بشكل واضح، وأيضا يجب على أصحاب القرار السياسي في النمسا أن يعني ينتبهوا إلى هذا الأمر، لأنه في النهاية سيجعل آثار، سيترك آثار غير جيدة على المجتمع، ويعني سيصعد أيضا من قضية الخوف من الإسلام والمسلمين. تماما. طيب يعني صراحة يعني الآن يعني يولد سؤال من داخل حوارك، يعني أنت تفضلت أن بعض الناخبين الآن يحاربون الإسلام وليس المسلمين، يعني هنا الآن إحنا أمام كما يسمى مخالفة دستورية، مخالفة ديمقراطية لما ينص عليها الدستور والقانون النمسا. صراحة هنا السؤال أين هي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تراقب هذه الأمور بحيادية وصراحة تقوم بواجبها التي أسست على أساسه، من إن كانت منظمات حقوق إنسان أو منظمات أساسا تعنى بشؤون الأديان بشكل عام. يعني صراحة هنا يوضح من كلامك أن يوجد فراغ في النمسا كبير، أن الموضوع فالت ولا يوجد أحد يتحدث ولا يوجد أحد يقارن ما يحتويه الدستور النمساوي الديمقراطيات. يعني صراحة أين هذه المنظمات؟ لا وجه سؤالي إليك صراحة، لأنك من 40 عام هنا وأنت على علم ودراية في هذه التفاصيل، تفضل. لا أستطيع أن أقول أن الأمر فالت، الحقيقة النمسا دولة قانون، والدولة القانون ما زال فيها القانون سائد، وما زالت يعني ما زال فيها الفرد محترم وله حقوقه وواجباته أيضا، لكن هناك من يستغل هذه الأمور بوجود بعض الفلتات القانونية. يعني دعنا نقول نتحدث مثلا عن موضوع القانون الإسلام. قانون الإسلام الذي أقر من الحكومة الحقيقة فيه عدة بنود مخالفة للدستور، فيها نوع من التمييز العنصري،
ومع ذلك تم تمرير هذا القانون وتم الموافقة عليه. فهذه طبعا قضايا قانونية لابد من إعادة النظر فيها، ويعني التقدم بطعن، والآن موجود في طعن في هذا القانون، ونحن ننتظر المحكمة الدستورية في البت فيه، لأنه المخالفات التي في هذا ما زال القانون ما زال القانون في المحكمة الدستورية. نعم نعم، ما زال البت لم ينتهي بعد، ونحن ننتظر هذا البت. ولكن هو القانون أقر، حتى لو أقر تم الطعن عليه، وهذا من حق. من هي الجهة التي طعنت به؟ في أكثر من جهة، في أكثر من جهة قدمت طعن في هذا. فهذه نقطة يعني. في نقطة الأخرى اللي هي الـ الأحزاب الآن والانتخابات، طبعا مفروض أن الأحزاب يلتزموا بأدب معين في المعركة الانتخابية، لكن الواضح أنهم لم يلتزموا بها. حتى أن السيد الرئيس فان دير بيلن انتقدهم بشكل مباشر. صحيح. أن الحملة غير أخلاقية، وصفها يعني بالحرف الواحد. نعم، هي فعلا الحملة الانتخابية الآن لجميع الأحزاب اللي مرشحة في البرلمان غير أخلاقية. أنا لا أستثني أحد منها، لأنهم يتفاوتوا ربما في التعبير أو في الممارسة، لكن حقيقة وخصوصا ما يتعلق في المسلمين، كل القضايا التي طرحت من اليمين المتطرف الـ FPÖ ضد الإسلام والمسلمين، أنا مثلا لا أفهم حينما يقول شتوبتي إسلاميزيرون، من يقوم بعملية الإسلاميزيرون في النمسا؟ يعني أنا لا أفهم هذا التعبير المنشوف في الشوارع بشكل كبير جدا. من الأحرار يعني من حزب الـ FPÖ، يعني من يقوم في النمسا في عمل الإسلاميزيرون؟ هل هناك جماعات أو جهات أو مؤسسات تدعو النمساويين للإسلام وتعمل لهم إسلاميزيرون؟ يعني هذا كلام الحقيقة خطير، ومع ذلك ينتشر بشكل واسع جدا، ويتناوله تتناوله الإعلام بشكل واسع. يعني إذا كان يعني أراد أن يقول اشتراخي مثلا أن الإسلاميزيرون أسلمت المجتمع النمساوي عن طريق دخول مسلمين جدد إن كانوا لاجئين أو غير لاجئين، فأيضا هذا مخالف للقانون، أيضا هذا تمييز عنصري. يعني لماذا يميز من يدخل النمسا يعني بصفته الدينية؟ يعني هذا تمييز أيضا عنصري لا يجوز أن يكون. ومع ذلك اللوحات منتشرة في الشوارع، ويعني الكلمة أصبحت على كل لسان وفي الإعلام بشكل كبير جدا، وأنا أستغرب من الذين يتناقلون هذه الكلمة. أنا شخصيا لا أعرف من 40 سنة وأعمل في العمل الإسلامي في النمسا، ولا أعرف أي جهة يعني تقوم بعملية الإسلاميزيرون للمجتمع النمساوي، وإنما كل ما يقوم به العمل العاملون في الحقل الإسلامي هو الأمور التربوية والاجتماعية للمجتمع المسلم نفسه، للمسلمين المقيمين في النمسا. فهذا ليس إسلاميزيرون، هم مسلمين أصلا وهم قادمون إلى النمسا وهم مسلمون، حتى لم يكونوا من طوائف أخرى، وإنما كانوا مسلمين، ولدوا مسلمين ويعيشوا مسلمين. فإذا العناية بالمسلمين ليس إسلاميزيرون، وليس يعني تربية الأطفال في رياض الأطفال وتعليمهم دينهم ليس إسلاميزيرون. هؤلاء الأطفال يعني إن شئنا ما بين آبائهم وأمهاتهم يعلمونهم دينهم في بيوتهم. نعم نعم. فلذلك يعني المنشات العريضة هذه اللي ضد الإسلام والمسلمين، ما المقصود فيها الحقيقة المعنى الحقيقي تبعها؟ المقصود هو مهاجمة الإسلام والمسلمين، أن يعلق في ذهن النمساوي الذي يريد أن ينتخب أن المسلمين يقوموا بعمل غير صحيح، بعمل ممنوع، وهذا الأمر الحقيقة غير صحيح، وهو فيه تلفيق كبير جدا، وفيه يعني تهجم على المسلمين، وفيه تمييز عنصري واضح وصريح جدا. يعني صراحة هذا يعيدنا إلى المنتصف. يعني أرجع وأعيد سؤالي، أين هي المؤسسات أو المنظمات الحقوقية التي يفترض بها أن تتابع هذه الأمور؟ يعني صراحة هنا هل هذا من اهتمام على سبيل المثال الهيئة الإسلامية هنا في النمسا، الهيئات المستقلة، المنظمات الحقوقية، المنشن ريخت، أمانستي، منظمة العفو الدولية؟ صراحة من هو المسؤول عن متابعة هذه القضايا
أم هو الموضوع صراحة يعني كما تفضلنا أنه هو موضوع مطروح وأن نبقى دائما في 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 حالة الدفاع عن النفس ضمن اتهامات كما تفضلت هي تمس الإسلام وليس المسلمين؟ تمس الإسلام والمسلمين. نعم. أين هي المنظمات هذه صراحة؟ المنظمات يعني شوف المجتمع المدني موجود في النساء لكن للأسف مضلل. لو تسمع الأخبار اللي بتجي في كل ساعة على رأس كل ساعة تجد فيها خبرين فقط، خبر عالمي وخبر محلي. غالبا الخبر المحلي يكون رياضي أو ثقافي، يعني أنت لا تسمع أخبار حقيقية إلا إذا كان سقط رجل أو امرأة أو ولد من على الطابق الثالث فبيجيبوه خلال يعني 6 أو 7 دقائق يتحدث عنه، وبتكون في مصائب الدنيا أخرى يعني في العالم لا يتحدث عنها. الإعلام موجه، الإعلام موجه لتغييب الرأي العام النمساوي. أنا أعتقد شخصيا أن الرأي العام النمساوي يحتاج إلى كثير من التوضيح، يحتاج إلى كثير من تعديل الآراء. نعم. لأنه يوميا يعني هو يقع ضمن حملات، يعني هو زي ما يقولوا أوبفر، يعني جهة مفعول فيها يحاول الإعلام أو السياسيين أو المتنفذين أو أصحاب القرار التأثير عليها سلبيا. ولذلك المجتمع المدني مغيب، لكن الجهات الحقوقية والمدنية العاملة في الحقل الحقوقي أو في القضايا السياسية الحقيقة هي تعلم تماما أن هذه الأمور فيها مبالغات وفيها تجاوزات، لكن للأسف الإعلام المسيطر هو الذي يسير الدفة، والأمور الحقوقية والأمور القانونية تأتي لاحقا، لكن هي الحقيقة غير فعالة على الأقل، أقول على الأقل في المدى القريب في المرحلة الانتخابية أو المعركة الانتخابية. لأن هذه المعركة الانتخابية الآن بين الحزبين الكبيرين، الحزب الشعب وحزب الاشتراكي، هي حياة أو موت. يعني هي الحقيقة انتخابات مفصلية، لأن المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية ستفرز قيادات جديدة وستفرز توجهات جديدة، وأنا للأسف غير متفائل بنتائجها الطيبة في المستقبل، لأنني أرى الواقع الحالي. وأنا يعني تابعت السيد سيباستيان كورتز من وقت أن استلم، أن كان شتات سكرتير يعني مستشار في الاندماج، لا قبل يعني أيوة سكرتير سكرتير دولة في وزارة الداخلية لقسم الاندماج. من وقت ما استلم ذلك، من ذلك الوقت وهناك تطورات سريعة جدا لم تحصل في النمسا قبل الآن. يعني في خلال فترة قصيرة جدا أجبر الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية على إجراء ما يسمى إسلام فورم. إسلام فورم الحقيقة هو ديكتات، هو إجبار، هو يعني لم يكن بين جهتين متقابلتين، كان بين جهة وزارة الداخلية تتعامل مع هذا الملف من الناحية الأمنية ومع هيئة دينية الحقيقة في غاية الضعف، في غاية الخضوع والاستسلام. لذلك تم تمرير شيء اسمه إسلام فورم. الإسلام فورم هذا حينما مرر وضع له 7 عناوين، العناوين 7 الآن تنفذ واقعيا وعمليا على المسلمين. تمام. الإسلام فورم صراحة عنوان عريض، رح نحاول ناخده هلا بعد الفاصل. مشاهدينا متابعينا، فاصل لأقل من دقيقة، فاصل على لأقل من دقيقة وسنعود إليكم حتى نبدأ في الحديث ما هو الإسلام فورم وما هي الأسباب وما هي ما هي نصوصه، ما هو نصه، وما النتائج التي نتجت عن تطبيقه هنا في النمسا. انتظرونا.
وأعدنا إليكم مرة أخرى. يعني صراحة سيد جمال، قبل أن نبدأ في تفاصيل الإسلام فورم، ما هو الإسلام فورم؟ ما كيف تعرفه لنا صراحة؟ نعم، هو منتدى. أنا أعتقد أنا شاهدت الحقيقة اللقاء مع السيد أنس الشقفي بالأمس، وهو تحدث عن جانب من هذا الأمر. أنا عايشت هذا الموضوع بشكل مباشر وبشكل شخصي، لأنني كنت موجود في مجلس الشورى ومجلس الأعلى، نعم، للهيئة الدينية. فالحقيقة يعني أنا سأتحدث عن مشاكل الهيئة الدينية لوحدها في 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 نقطة منفصلة، لكن الآن هذه النقطة بالذات، مجيء السيد كورتس إلى رئيس الهيئة الدينية السابق والاتفاق معه بشكل شخصي، فؤاد سنج، نعم، والاتفاق معه بشكل مباشر على الإسلام فورم دون أن يخبر المجلس الأعلى ودون أن يؤخذ رأيه ودون أن يتخذ قرار في ذلك، وهذا ديدا أشياء كثيرة جدا، ليست فقط هذه، وهذه سنتحدث عنها في قضية الهيئة وصلاحياتها ويعني ما تقوم به. لا، للأسف بهذه الطريقة دخل الإسلام فورم إلى الهيئة الدينية بشكل يعني اتفاق خارجي بين السكرتير الدولة وبين السيد فؤاد سنج بصفته كرئيس للهيئة الإسلامية. وبعد فترة علمنا أن هناك لجان بدأت تتشكل، وأيضا بدون تدخل المجلس الأعلى وبدون قرارات رسمية وبدون استشارات، تم تعيين الأشخاص الذين يعني يشاركون في هذا المنتدى. تم تعيين 7 نقاط للتداول فيها، وهو عمليا هي شرح لمجموعة من العناوين أرادت الدولة فيها أن تحدد، يعني تعملها زي فورم، أنه هذه التي هذه التعريفات التي توافقنا عليها. العنوان الأول كان اللي هو البيت بيلدونغ فون إمام أنسترايخ، يعني عمليا إعادة تأهيل الأئمة في النمسا. هذه اللجنة تم وضع لها بروفيسور السيد فولفرام رايس، هذا الرجل يعني عالم دين إيفانكيلي، رجل مسيحي، واللي بيفتح الصفحة تبعه في الإنترنت يرى تماما مدى عدائه للإسلام والمسلمين. هذا الرجل هو صحيح أنه ريليون بيسنشافت، يعني هو عالم دين في الأديان، نعم، في الأديان، لكن هو رجل مسيحي، وتم يعني إعطاؤه رئاسة هذه المجموعة التي يجب أن تعرف كيف أنا يعني أعيد تأهيل أئمة المسلمين، المسلمين فقط، نعم، غير المقصود، ما المقصود في ذلك رجال الدين، رجال الدين كلهم، لا، المقصود فقط للأئمة المسلمين، كيف أعيد تأهيل أئمة المسلمين. وهذا الرجل هو الذي أشرف على هذه المجموعة، والذين كانوا في هذه المجموعة كانوا غير مؤهلين أن يتكلموا عن وجهة نظر المسلمين والهيئة الدينية الإسلامية الرسمية. المجموعة الثانية الحقيقة انتجراتيون ايدنتيتيت، يعني الاندماج والهوية. الهوية، فالاندماج والهوية أيضا وضعوا عليها رجل اسمه ماجستر مورات دوتسل، أخ رجل تركي، لكن هذا الرجل يعني ليس له علاقة يعني بشكل مباشرة لا مع الهيئة ولا مع خلينا نقول المعاني الدينية، هو رجل يعني بيداغوغي، يعني غير مختص، غير مختص، غير مختص في علم الإسلام، وضعوا رئيس لهذه اللجنة. أيضا القيم والمسائل الاجتماعية، اللجنة الثالثة وضعوا لها كريستيان شتادلر، أيضا رجل يعني عين من وزارة، يعني جميعهم تم تعيينهم من وزارة الداخلية على أن يعني يكون هناك فورم. الفورم هو المقصود فيه أنك أنت تتداول مع جهة أخرى يعني معنى معين وتتفق عليه، لكن هذا الأمر لم يتم بهذا الشكل. وحينما قدمت اعتراض شديد اللهجة، أنا ومعي أخت وأخ آخر في المجلس الأعلى، ويعني أردنا تعطيل الموضوع بعد عدة جلسات وعدة لقاءات في المجلس الأعلى، جاء السيد
سيباستيان كورتز إلينا وزار المجلس الأعلى في جلسة رسمية وناقشنا في هذه الأمور. وبناء على هذه المناقشة وهذا اللقاء أنا قدمت للسيد سيباستيان كورتز قائمة بأسماء مختصين إسلاميين يضعهم في هذه اللجان لكي يتم على الأقل وضع وجهة النظر الإسلامية أو وجهة نظر الهيئة الدينية. نعم. فللأسف طبعا هو أخذ الرسالة من عندي وال17 اسم لكن لم يفعل شيء ولغى الجلسات الباقية وأنهى الموضوع بهذا الشكل وأخرج التقرير النهائي الذي بين يدي الآن. وطبعا في التقرير النهائي هذا للإسلام فورم في تعريفات غير نحن لا نوافق عليها وليست هي فورم الحقيقة ليست يعني تعريفات متفق عليها من طرفنا أيضا هي دكتات هي يعني إجبار. إجبار من وزارة الداخلية بطريقة أمنية إلى الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية وللأسف المجلس يعني صراحةً الأعلى وافق على هذا الكلام في تقريبا في 2001 تقريبا لا هذا عفوا هذا في 2012 تقريبا 2012 عفوا تمام 2012 13 تماما تمام نعم. يعني صراحة في خضم التحديات في خضم التحديات تقريبا طبعا قبل موجة اللاجئين 2015 يعني المشاكل التي سبقت كانت أحداث سبتمبر أحداث لندن أحداث طبعا هي نتيجة لأحداث نعم. سبتمبر نعم. هي بالنهاية يعني إذن تغير في الفهم وتغير في الطريق نعم كان إذن يعني كما هي يقال ربما بصمة أمنية يجب إضافتها على صحيح. الهيئة هو الحقيقة نوع من الغربلة نوع من وضع القوانين لغربلة المسلمين بالنهاية حتى تستطيع الحكومة أو الجهات الرسمية خلينا نقول أن تقول هذا صح وهذا خطأ هذا نوافق عليه أو هذا لا نوافق عليه وهذا لم يكن بمشاركة وإنما كان بدكتات بطريقة إجبارية بطريقة فرضت فرض على الهيئة الدينية الإسلامية وتم الموافقة عليها يعني أنا لا أعلم إذا كانت تمت الموافقة عليها هي لم تقدم حتى يوافق عليها في المجلس الأعلى هي خرج الحقيقة بعد هذه اللقاءات اللي تمت خرج التقرير النهائي وحتى التقرير النهائي لم ينشر وقتها بشكل واضح كان تقرير سري إلى حد ما حتى التقرير المبدئي الذي نشر الذي يعني وضع لم ينشر أيضا حصلنا عليه بطريقة غير يعني رسمية فلذلك هذا الإسلام فورم كان ممهد لقانون الإسلام هو الذي وضع الأساسيات لقانون الإسلام وكما قال ضيفك بالأمس الذي كان يشرف على المفاوضات في هذه النقطة القانون الإسلام لم يكن مسلما يعني الشخص الذي كان يشرف على الإعداد لقانون الإسلام لم يكن مسلما للأسف ويعني أنا لا أشكك فيه لكن أقول على الأقل في هذه الناحية من هو؟ أنا طالبت دكتور لوغر أنا طالبت أن يكون المسؤول عن هذا الملف يعني جهة قانونية مسلمة تستطيع أن تتفهم على الأقل ماذا يريد المسلمون وماذا يعني نحن فعلا كنا نطالب في تعديلات قانون 1912 لكن لم نكن نطالب بهذا القانون الذي جاء والذي هو جائر بحق المسلمين إذن كان وليد عام 2015 إذن هو قانون الإسلام نعم قانون الإسلام أيضا له قصص كثيرة جدا مثل قانون الإسلام فورم نعم قانون الإسلام الجديد الحقيقة أيضا اتفق رئيس الهيئة الدكتور فؤاد سنج مع السيد سيباستيان كورتز على هذا القانون بعد أن أعد له القسم القانوني الذي يرأسه هذا الدكتور لوغر أعد له الأساسيات في هذا القانون فتم الاتفاق بشكل مفرد لم يعطى إلى المجلس الأعلى للموافقة عليه إلا بعد أن نشر في الصحافة وتم الإعلان عنه ونحن لا نعلم عن تفاصيله شيء فتم تداول هذه النقطة في المجلس الأعلى وتم رفضه بشكل قاطع وقانون الإسلام فيه 33 نقطة نحن يعني كان عندنا اعتراض على معظم نقاطه لكن في 13 نقطة على الأقل كانت يعني سيئة جدا التعامل فيها مع المسلمين في شيء من التمييز العنصري كانت هي تفريغ
لمحتوى الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية. الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية اكتسبت مع الوقت من عام 1979 منذ أنشئت حتى عام 2015 اكتسبت مجموعة معينة من القوانين ومن السلطات كي تكون تسهيل لحياة المسلمين في النمسا. يعني مثلا موضوع التعليم الديني، التعليم الديني هو شيء مهم لدى المسلمين، أنه الطفل يتعلم في المدرسة من الأول الابتدائي إلى الثانوية العامة أن يتعلم دينه بحصتين في الأسبوع. فهذه الحصص لها يعني نظام تعليمي معين. هذا النظام بدأ محاولة تفريغ الأمور التعليمية بطريقة أن لا تكون بيد الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية. يعني الكتب، المناهج، بدأت هناك اعتراضات على مجموعة من المناهج وإلى ما هنالك. فكانت الجهات الرسمية تريد، أنا هذا رأيي الشخصي يعني، في هذا القانون هو تفريغ المكتسبات هذه وجعل الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية مجرد هيئة تعبدية و يعني تهتم بالشعائر ولا تكون لها أي سلطة على التعليم والتعليم الأئمة وإدارة أمور الأئمة وكل هذه النواحي. أرادوا أن يلحقوها بجامعة فيينا، ولذلك أسس قسم ما يسمى القسم الدراسات الإسلامية في جامعة فيينا لكي يعني تنسحب هذه الأمور تدريجيا من يد الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية إلى هذا القسم الذي يرأس عدنان أصلان، وللأسف يعني الأمور عنده واضح أنها بعيدة جدا عن المصلحة الإسلامية ومصلحة الجالية الإسلامية. نعم، يعني صراحة موضوع الهيئة الإسلامية تم تداوله لأكثر تقريبا لأربع حلقات. سنحاول أن نأخذ صراحة محور آخر في هذا اللقاء قبل الختام. يتصاعد يوم بعد يوم موضوع التهجم كما تفضلت على الإخوان المسلمين، ويقترب يوما من بعد يوم أن توضع على لوائح الإرهاب. برأيكم هذا التصرف أو هذا، هل هو في يعني كم هي نسبة الظلم التي تروها فيه أو هي كم نسبة الواقعية منه؟ جميل. إذا أردت أن أدخل ملف الإخوان المسلمين، هي طبعا مؤسسة إسلامية منتشرة في العالم، خاصة لها شريحة يعني منتشرة شريحة في فيها النمسا هنا، وحكمت كثير من أو كانت في على رأس الحكم في عدة دول عربية وإسلامية. وأنا أعتقد شخصيا أن الإخوان المسلمين لا يوجد لهم تنظيم في أوروبا، إذا نحن نتحدث عن أوروبا الآن. لا يوجد لهم تنظيم بالمعنى التنظيم في أوروبا. هناك نوع من الموافقات الأيديولوجية الفكرية لبعض المؤسسات أو بعض الأفراد بهذا الاتجاه، لأنه الإخوان المسلمين الفكر تبعهم فكر وسطي، فكر منفتح، فكر يحترم الديمقراطية، يحترم النظم الدستورية، يحترم القوانين التي يجلس تحت سيطرتها. يعني الإخوان المسلمين يعتقدوا بوسطية الإسلام وبعدالة الإسلام، فمن هذا الباب يعني هم عندهم الفكر التعايش مع المجتمع السلمي فكرة قوية جدا، وكل أعمال التي ينظر إليها الشخص الذي يعني عنده توافق مع فكر الإخوان هو أعمال اجتماعية وأعمال يعني تساعد المسلمين على يعني عبور مشاكلهم الخاصة، إن كان في الفهم الديني أو في الأمور الاجتماعية التعبدية، مثلا في إنشاء المساجد، في إنشاء المدارس، في النواحي التعليمية، في يعني هي خدمات للمسلمين، وبنفس الوقت هي رؤية سياسية أيضا. الإخوان المسلمين لا يقبلوا القهر لا لأنفسهم ولا لغيرهم. الإسلام يعني كما الأمريكي في أمريكا يعني يعتبر يعني خروجه 10,000 كيلومتر وقتاله أحد في أفغانستان هو
حماية للأمن القومي الأمريكي. فمن باب أولى أن يعني إذا كان في واحد عايز يحمي نفسه من العدو اللي جاي أمام بيته يعني ما يحدث في الدول العربية والإسلامية يكفي على أن يكون أكبر دليل على أن الإخوان المسلمين وغير الإخوان المسلمين لأنه هم شريحة تعبر عن أكبر شريحة ربما من العالم الإسلامي، هي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدوان ولا تقبل أن يعني يكون الإنسان جاء يعني موجود تحت القهر وتحت عدم نعم. ولكن سيدي الكريم، يعني العالم العربي ليس ببعيد، يعني شاهدت في الثلاث سنوات الأخيرة ما حصل في مصر، وأيضا ما يحصل في هذه الأيام بين الخليج إجمالا، السعودية تحديدا، وبين موضوع قطر، والتي تعتبر كل من مصر والخليج باستثناء قطر أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية وتحارب وتغلق كافة مكاتبها، ويحاولون تصدير هذه القضية إلى الغرب باتهامهم أن معظم الجماعات المسلحة الموجودة الآن في سوريا أو حتى في العراق، وحتى يعني لن نقول أن يتهموكم في داعش، أنها هي فكر إخواني. ما ردكم هنا؟ هذا غير صحيح. أولا، ما يحدث في مصر هو الحقيقة انقلاب على ديمقراطية التي خرجت. لا صراحة، هذا موضوع جدا طويل أن ندخل في 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 مصر، ولكن أنهم الآن أن هذه أن جماعة الإخوان المسلمين في هذه المنطقة وضعت على لوائح الإرهاب، ولكن هي لم توضع على اللوائح العالمية، وخاصة أن قبل شهرين في بريطانيا أعتقد وزير الخارجية البريطاني أنه أعلن أن جماعة الإخوان هي تتدخل في حكم الكثير من البلاد، فمن الصعب أن توضع بهذه الطريقة دون دراسات دون فتم تجميد الموضوع. قامت دراسة في إنجلترا في بريطانيا قبل سنتين، وأخذت الدراسة قرابة السنتين، وقاموا بدراسة مفصلة يعني بشكل كبير، ووصلوا في النهاية إلى قرارات بما يخص الإخوان المسلمين. هذه الدراسة بيّنت في النهاية أن الإخوان المسلمين الموجودين في العالم الإسلامي بشكل عام ليسوا إرهابيين، وليس لهم علاقة بالإرهاب على الإطلاق. هذه الدراسة كانت دراسة واقعية وحقيقية. أما ما يقوم به بعض حكام العرب في وضع الإخوان المسلمين تحت الإرهاب، هم يريدوا أن يسيسوا هذه النقطة، ويريدوا أن يقضوا على الجهة التي تعارضهم بشكل عام، أو تعارض الممارسات التي يقوموا بها، فهي عملية إنهاء خصم وليست هي دراسة حقيقية. كذلك ما قام به هاينش هنا في جامعة فيينا بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن في أمريكا، الحقيقة أنا أستغرب جدا. جامعة فيينا لها يعني ميزات كبيرة جدا، ولها سمعة طيبة جدا، ولها أيضا باع كبير في العلم، وكل الدراسات التي تخرج من جامعة فيينا دائما كانت محط يعني النظر وتقدير. كذلك جامعة جورج واشنطن لها دراسات كثيرة، لكن هذه الدراسة التي قامت قبل الانتخابات بأيام وأعلنت بطريقة غريبة جدا، يعني أنا لا أفهم أن هناك شخص يعمل في عملية في قضايا دراسية مجتمعية ويقف هو وزير الخارجية ليعلن عن هذه الدراسة قبل الانتخابات بأيام. هذا التسييس لم نراه على الإطلاق قبل الآن. وأنا أهيب بجامعة فيينا أن تقبل مثل هذه التصرفات حتى يظل اسم جامعة فيينا الحقيقة يعني لماعا وله قيمة. وهو فعلا له قيمة. لكن بمثل هذه التصرفات في الدراسات الماضية أيضا من عدنان أصلان فيما يخص رياض الأطفال، وكذلك فيما يخص المدارس، وما يخص آخر ما حضر المساجد، يعني أنا لا أفهم كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الدراسات وهي الحقيقة هزيلة جدا وغير مبنية على واقع علمي صحيح، وبنفس الوقت مسيسة كلها جميعا خرجت قبل الانتخابات، وجميعا ممولة من السيد سيباستيان كوتس أو بالأحرى من الكابينيت تبعه. فهذا الأمر فعلا في خلل كبير وفي تسييس كبير وواضح لجميع الناس، ليس فقط في تسييس وإنما هو غير مبني على وقائع علمية صحيحة. نعم. يقول لك الأخ الآن عنا يتابعنا على المباشر،
بريم أو بريم محمد محمد يحيى، لا مستقبل للإسلام في ظل العلمانية لأنه لا يملك التربة الصالحة، وإن وجد فإنه يكون شكل فقط دون فعالية. ما ردك هنا؟ قضية العلمانية والإسلام، نحن نعيش أقلية في دولة، ولا يقول إنشاء دولة، يقول لا مستقبل للإسلام في ظل العلمانية. نعم. أنا يعني هو لما بده يتحدث عن الإسلام ككل شيء، وأنا أتحدث عن أقلية مسلمة تعيش في دولة قانونها علماني، فهذا الأمر الحقيقة مختلف تماما عما يتحدث عنه. إذا بدي أدخل معه في أيديولوجية كيف يمكن أن ينتشر الإسلام تحت العلمانية، فممكن أن أدخل في بحث طويل. لكن ما يخص النمسا، أنا بالنسبة لي أعتقد اعتقاد جازم أن الأقلية عليها أن تحترم دينها، وعليها أن تمارس دينها، لأنه قانون الدولة يبيح لها ممارسة الدين. لا يعني لا يوجد تعارض بين ما نريد أن نحققه كأقلية مسلمة في هذا البلد وبين دستور هذا البلد. فلذلك أنا يعني أعتقد أن تحقيق هذا المرام ضمن هذا الجو العام من القانون العام ممكن تحقيقه بدون أي مصاعب، إذا صدقت النوايا وإذا استطعنا أن يعني نأخذ حقوقنا كاملة كما يعني ينص عليها القانون. يعني صراحة في 7 أو 8 دقائق الأخيرة الباقية سننتقل للمحور الأخير فيها في لقائنا هذا. لو توقعنا سيناريو بعد 15 أكتوبر، 15 هذا الشهر، حكومة أزرق أسود أو أسود أزرق أو بالعكس، أو بالأحرى هي ليست أسود، أصبحت تركواز، لأن باعتبار أن كورتس أصبح يميني أكثر من اليمينيين. أنا لم أعرف اللون حقيقة. وتصاعدت القوانين والضغوط أكثر على المسلمين هنا في النمسا، كيف ترون السيناريو؟ أنا لا أرى الحقيقة المشهد مظلم، وخاصة عفوا يعني خاصة أن صدر في اليوم تم إقرار قانون الإرهاب في فرنسا، والذي صراحة فيه نقاط، والذي الكثير من المسلمين الذين راهنوا على السيد ماكرون ولكن الآن أخرج عليهم قانون الإرهاب. أكيد الدول حرة أو لها نظرتها في كيف تخرج أو كيف تصيغ قوانينها الخاصة التي تضمن حمايتها، ولكن من أهم النقاط أعتقد أذكرها التي قرأتها اليوم أنها تستطيع إغلاق أي مسجد أو أي مركز عبادة إذا شعرت أنه يهدد أمنها. ولكن يعني صراحة في هذا المحور مساحة كبيرة، يعني كما يقال التبلي فيها جدا وارد، فصراحة في حال أقبلت أو أشرفت أن النمسا على أمور من هذا الموضوع، كيف برأيكم ستكون سبل مواجهتها؟ الحقيقة النمسا تسير في هذا الاتجاه منذ فترة، يعني عملية رياض الأطفال وإغلاق عدد كبير من رياض الأطفال التي يعني تسمى إسلامية، هذا الأمر الحقيقة فيه تجني كبير، لكن يعني قوبل من الجالية المسلمة بشيء من الصبر وشيء من المصابرة، يعني حتى لا تكون هناك فتنة، يعني لكن هو في شيء من القهر، في شيء من التعدي حتى القانوني، يعني بمنطق القوة. مجموعة كبيرة من الرياض الأطفال الإسلامية أو ما يسمى إسلامية تم إغلاقها في خلال 6 أشهر الماضية، ما يزيد عن حوالي 57 مجموعة، وهذه ليست قليلة، وعدد الأطفال فيها عدد كبير، لكن الحمد لله الناس يعني تتعامل مع هذه القضايا بطريقة فيها حكمة وتلجأ فيها إلى القضاء. يعني دائما الحوار ثم الحوار، وفي حال عدم يعني إمكانية الحوار القضاء. فنحن نعيش في دولة ديمقراطية حقيقية فيها القانون سائد، فعلينا أن نلجأ كأعضاء في كبيرجا، يعني كأشخاص يعيشون في هذا البلد، في حال يعني الظلم إلى القضاء، والقضاء سينصف إن شاء الله تعالى كل من يلجأ إليه. فأنا يعني أدعو كل من يعني يرى المستقبل مظلم، أنا أعتقد أن هذا زبد، هذه الحملة الانتخابية ستستمر على هذه الحالة إلى أن تنتهي، ثم بعد أن يستقر الوضع ستعود القيادات السياسية هذه إلى رشدة مرة ثانية أو إلى شيء من رشدة، وتبدأ ترى الفرق بين الدعاية والمنشطات العريضة هذه
الفرق بينها وبين الواقع الحقيقي الذي عليهم أن يتعاملوا معه. الحمد لله المسلمين لهم يعني قانون، بغض النظر عن قانون الإسلام عام 2015، لهم قانون ينظم حياتهم مع الدولة ومع الجهات الرسمية، لكن المشكلة هي ليست في القانون وليس في التنظيم، المشكلة في الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية أن تكون على قدر الحدث. نعم. وأنا أعتقد للأسف هذا يحتاج إلى كلام طويل. طيب. لأننا مشكلتنا ليست فقط ما يحدث، ما يفعله السياسيون وما يفعله هذه الانتخابات، وإنما مشكلتنا الحقيقة كيف نحن من الداخل نتعامل مع هذه القضايا وكيف ننظم أنفسنا، وهل نحن يعني مؤسساتنا حقيقية أم أنها صورية وفيها المحسوبية وفيها أشياء كثيرة أخرى. نعم. إذن يعني صراحة السؤال في دقيقة الأخير، هل تدعو من يملك حق الانتخاب هنا في النمسا أن يذهب في 15 هذا الشهر إلى صناديق الانتخاب؟ أنا أدعو جميع المسلمين الذين لهم حق الانتخاب أن يمارسوا هذا الحق، هذا يعني حق يجب ألا يضيعوه، هذا هو جزء من الحياة اليومية ومن الفهم السياسي والفهم الإسلامي أيضا، أن يمارس حقه بالكامل. وعليه أن يعني ينظر مليا من ينتخب، من الذي سيقدم منفعة إلى المسلمين. أنا بالنسبة لي هذه هي البوصلة، من سيقدم لهذه الجالية المنفعة الأكبر سأنتخبه، سأقدم صوتي له. فأنا أنصح جميع المسلمين ألا يفوتوا، لأنه البقاء في البيوت هو مربح لليمين المتطرف، يعني هو يريد أن يحيد المسلمين عن أي انتخابات، لأنه سيكسب بهذه الطريقة أن المسلمين الذين يعانون من منشتات تبعه بقوا في البيوت، فهو يعني هو الذي سيربح. أنا رأيي الشخصي وبشكل مباشر الذهاب إلى الانتخابات وممارسة هذا الحق هو أفضل رد على هذه التصرفات التي كانت في الحملة الانتخابية. سيد جمال مراد، أشكرك في نهاية هذا اللقاء والذي فعلا تطرقنا فيه إلى الكثير من المسائل المحورية والمفصلية، والتي صراحة أنا أتمنى عفوا أن نلتقيق في مرات قادمة لنحاول صراحة أن نتناقش في أمور جدا أو ستبقى تلامس كافة التفاصيل، خاصة على صعيد الجالية الإسلامية هنا في النمسا. وأشكرك مرة أخرى من استوديو، كن معي مراسل سيد جمال مراد. مشاهدينا متابعينا، نشكركم لهذه المتابعة، ونتمنى أن نكون استطعنا اليوم أن نقدم لكم صورة مختلفة إلى حد ما، أو صورة تفصيلية وعميقة جدا عن مراحل إنشاء أو أقرار قانون الإسلام الجديد، والذي أكد عليه السيد جمال مراد أنه ما يزال يوجد طعن في المحكمة الدستورية، والتي يعني لربما تبت في بطلانه أو بطلان جزء من فقراته أو في تعديلات. نعم، أو في تعديلات. وأشكركم وأشكر كل من ساهم في تعليقاته وفي مشاهداته وفي أسئلته، صراحة لم أستطع اليوم أن أخذ الكثير من الأسئلة، ولكن حاولنا أن نوجه الحوار بطريقة تتماشى مع كل معطيات هذه المرحلة. وأشكر من خلف الكاميرات والأجهزة كادر التصوير والعمل، وأنا أحمد مراد في كل معي مراسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.